يا حياكم الله، كان ودي عمرو يكون معاي لكن شفته الشمس والحرارة مثرة عليه ولاعبت له بمخه شوية كأنه محتاس، ما طبيعي شفته. عموما تعالوا معي، تعالوا شوف التضبيط، شوف الأشياء الجميلة، شوف الأشياء الحلوة في البوادمو. البوثات الموجودة في معرض عيد مجان شيء رائع وجميل، تفاصيلها خلال تغطية اليوم. أنا قتي كولكشن، مصممة متخصصة في ملابس النسائية، جايتنكم من مسقط وإلى عبري بديزاينات، وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني شيء فاخر من الآخر. تعالوا زوروهم إن بغيتوا الشنط، يا الله دلعتنكم، تعالوا وأموركم طيبة. بوتيك الدفاع يقولكم العطور عندهم، وأدوات المكياج عندهم، والملابس أيضا الصغار والكبار عندهم، المرشات، العطور، الأحذية. تعالوا أبوي زوروهم أمورهم طيبة. منتجات أمشذا تعالوا، الخلطات الجميلة والأشياء الحلوة وما شاء الله، والزيوت والأمور الطيبة أيضا موجودة هنا، تعالوا زوروهم وما يكون خاطركم إلا طيب. يلدز كرافت، هو أعمال الريزن وتوزيع وتوزيعات لجميع المناسبات، وأيضا الميداليات ما شاء الله الجميلة اللي أشوف هنا أمام الحين، والشغل الطيب اللي يصنعوه بأيديهم الحلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. تعالوا زوروهم أمورهم جدا طيبة. عبق العطاء، عطاءات جبل الأخضر الطبيعية، تعالوا مع الورد، الزموتة، الأعشاب، الصابون، المرشات، الزيوت، الشيء اللي تبوه من جبل الأخضر موجود في هذا البوث، لا يفوتكم. مملكة الجمال الماسية، العطور موجودة، اللبان المعطر موجود، البخور صناعة أيديهم أيضا موجود، ويعطوك هدية بيا مبخر أيضا. الأشياء اللي تخص الجمال والموضة وما أعرف إيش موجودة عندهم، تعالوا أبوي وزوروهم. والله ما عارف ما أقول جماعة، أقولكم تعالوا خذوا رهش، أقولكم تعالوا خذوا سويتات جميلة للعيد، أقولكم تعالوا تذوقوا هالشيء الحلو والطيب من رهش، لا يفوتكم. أمورهم جدا طيبة مرة، تعالوا ذوقوا. ها ها ها، بسم الله. وليد جاي تشره العيد صح؟ وشريت أغراض أنت وماما صح؟ وأمورك طيبة، وقلت هاجي أصور مع من؟ والله ونعم، وأنا أتشرف أصور معك. زين يلا اجمل صوره مع بعض. زين يلا الصوره الجايه. والله ونعم، وانا اتشرف اصور معك. زين يلا اجمل صوره مع بعض. زين يلا الصوره الجايه. سقى للازياء يفصلوا ويعرضوا لكم المنتجات اللي عندهم باشكال ويعني وقلابيات واشياء نسائيه ما شاء الله تبارك الرحمن. تعال الحريم، الشيال ايضا معهن بوبايات من الالوان، التنسيق عندهم، وايضا البيجامات حلوه عندهم، اضافه الى الكماليات اللي موجوده ما شاء الله تبارك الرحمن. ما عندكم عذر ما تشتروا من عندهم. بغيتوا المصار ايضا تعالوا، السوبر تورما موجود، والانواع الثانيه موجوده، شغل ما شاء الله تبارك الرحمن، والبخور ايضا موجود، صناعه يدويه عمانيه من رسن للبخور، امورهم جدا طيبه. عبق العبير عندهم من العطور والبخاخات الشيء اللي تقوله يا سلام ويا الله، ومن معانا الطيب، صدق انه معانا الطيب، الطيب عندهم يا جماعة الخير، تعالوا وتخيروا الشيء اللي تبوه. والمكتبة موجودة، هيفتحوا لكم فرع هنا بعد شهر، تعالوا محبين القراءة من مختلف انواع الكتب موجودة عندهم. يا الشيوخ بيتكم هنا، بيت الشيوخ للعطور ايضا عندهم براند جميل، ويا سلام صراحه شيء فخم وراقي، وامورهم جدا طيبه ما شاء الله. تعال وتخير الشيء اللي تباه. 30% حال متابعينك وحال يجينا من طرف، تعالوا معهم. منصور العفيه، جوكم القيصر ما شاء الله تبارك الرحمن، انا ما اقولكم غير انكم اقربوا صوبهم وشموا عطورهم الجميله والرائعه، شيء فخم، والعود عاد ما يحتاج من عندهم. حمد المحروقي عنده محل في سوق السيب،
اسمه عود البركة. جاكم هنا إلى عبري بروايحه الطيبة وبعطور اللي يصنعهم بيديه الجميلة وشغل ما شاء الله فاخر من الآخر. تعوا الاختيار الملكي. الله الله على صور وأهل صور بالأشياء الجميلة والمخمريات والبخور اللي جايبين نحلكم هنا. شغل فاخر من الآخر ما شاء الله تبارك الله. تعالوا وتخيروا من عندهم الشيء الجميل والراقي وتبخروا قابل عليكم عيد، يستاهلوا انكم تزوروهم. زهرة الشرق عندهم الزيوت المختلفة، عندهم اللبان المعطر، عندهم ايضا هذه المخمريات، عندهم الاشياء الحلوة. تعالوا زوروهم، شغل ما شاء الله تبارك الرحمن. العود الكمبودي عند فخر متميز حقيقة، وعطوره شيء فاخر من الآخر. ويقول كمبودي تعالوا، أنا أقول لك تعال، اسم البراند كمبودي، ولكن من العود الهندي والكمبودي والفيتنامي والأندونيس، مو تبغى أي نوع من أنواع الخشب والأدهان والكوليكشن الخاص من كمبودي موجود. أنا ما أقول شيء، أنا أقول لكم تعالوا زوروه جماعة. أموركم طيب. ومن الحوري تعالوا، حريم العبايات موديلات الملابس، مرة شيء جاهز وتعديل فوري للشيء اللي تبوه. يعني شغلهم ما شاء الله راقي وفاخر. يا الله يا الله، شغل شغل أيام زمان، التلة والخوارات القديمة والأشياء الحلوة، هذا في أي زمان ومكان موجود. ديلا روزا للعطور، عطور فخمة وجميلة يستوردوها من إيطاليا من 2016، شغالين شغلهم فاخر من الآخر، يحاكوا العطور العالمية بطريقة جميلة ورائعة. موجودين معانا هنا في المعرض عيد مجان، زوروهم واستانسوا بالعطور اللي قدموها. يا سلام على المخور والأشياء الجميلة، شغل الحريم موجود. أبوي تعال نتمشن شوف الشيء الحلو بو مجيوب حلكن هنا في معرض عيد مجان. حتى البنوتات ما شاء الله جايبيلهن شغل حلو جميل. دخونك عندهم من الدخون والبخور والعطور والمرشات الحلوة، الشيء الجميل والراقي ما شاء الله تبارك الرحمن. كذلك عندهم أيضا ملابس البنوتات ما شاء الله والفساتين الحلوة والشيء الراقي، لا تفوتكم زيارتهم. المزروعي للمأكولات العمانية، للأسف يا جماعة جيت في وقت متأخر ولقيت هذيل الصفاري والغضغطات عاد شبه فاضيات. الهريس عندهم والمنداز عندهم والمرقوقة عندهم والأشياء الحلوة عندهم والشاي عندهم، ومو باغة من الطعم الحلو موجود. تعالوا شل من عندهم وكل على راحتك. إذا كان للأناقة روح فروحها هنا من خلال الأشياء الجميلة اللي يقدمها من مصار وأطقم اللي باي تهدي زوجها، موجود معهم الشيء الشغل الفخم والفاخر والمصار الحلوة الجديدة وبالديزاينات الجميلة وبالأنواع المختلفة، شغل فاخر من الآخر. وتعالوا مو باين من معذ الجماعة هتحصلوه مرة، ما يحتاج. ومن سمايل حياة الفرض ما يلقونا بروائحهم الطيبة وبأشياءهم الجميلة. يعني إيش أقول أنا، إيش أخلي، ما شاء الله تبارك الرحمن. تعالوا وشموا الشيء اللي موجود عنده، شموا هالعطور الحلوة والجميلة والراقية صراحة، والبخاخات والعود المعطر هذا اللي تفوح شذاهنا في البوادي مول ما شاء الله تبارك الرحمن. لاروما قالوا لي عنده عطر اسمه الفتنة، وبو يتعطر منه ينفتن ويرجع ألف مرة. الله شوف هذا ضارب ترند هنا في عبري. يا سلام ما يجلس لله. الحمد لله. اذا تعالوا قربوا تعالوا قربوا وشموا العطور اللي عندهم، قربوا واموركم طيبه. اذا ما عجبكم بنعطيكم اياها هديه. الله. والاعواد موجوده والعطور بمختلف انواعها موجود، والصابون الطبيعي موجود، ما شيء عذر ما تزوروهم. يسعد صباح اللي يتميز عن الغير، الغالي يلي بالغلا دوم نطريه. عود الصباح شيء جميل وراقي، وما شاء الله عطورهم ما شاء الله شيء فاخر من الآخر. نوب تعالوا عندهم الأطقم، عندهم ما شاء الله الأشياء الجميلة اللي قابل عليكم عيد وتهدوا أحبتكم من عندهم. فتعالوا زوروهم وما بيقصروا معاكم.
وصلنا إلى قاعة جميلة، قاعة الموضة، صراحة صراحة حريم بو ما يجي ويشوف هالأشياء الجميلة والموضة الحلوة اللي موجودة معهم من مخاوير وعباية وأشياء جميلة، فاتوا نص عمره. جزال يعني جميل بالتركي. حلو، يعني جميل بالتركي. احنا خط لاين شغل، هذا لتصاميمنا الخاصة، احنا نصممهم ونرسلهم في معامل تركيا يسوون اياها. طبعا المعامل التركية معروفة او الايادي التركية معروفة بالحرفية في الجلديات. واضح واضح. الاسعار جدا مناسبة، الاسعار من 8 ريال الى 15 ريال، اللي يجي المعرض راح يكون الى خصم خاص. كذلك في عندنا مسابقات راح نبداها يوم الجمعة ان شاء الله، راح تكون في جوائز هدايا للمستقبل. اذا لا يفوتكم انكم تزوروا هالمكان الجميل وتختاروا الشيء الفريد من عندهم. بيبي بوتيك، اعطينا نبذة عنه. في نفس بوث جوزال، هذا مشروع ثاني، هو اساسا بوتيك لبيع الجملة ولكن كذلك بيع بالمفرد، ولأن موردين جملة فنحن نعطيكم أسعار جدا ممتازة للمفرد. تعالوا ولبسوا أولادكم من هالملابس الحلوة، عساها ضحكة دائمة. حلو، ما هو؟ إينيرو كادي. مو موجود. هي علامة تجارية مسجلة في غرفة التجارة والصناعة. ما شاء الله. أنا صاحب براند، أملك ورشة خاصة في مسقط أو مصنع خاص، أبني العطور على هرم عطري باستخدام زيوت حادية من خارج السلطنة، حاصلات على شهادة تفرة اللي هي المعتبر العالمي. بالنسبة للكحول المستخدم هو كذلك عضو. ميزة القمع راح تتأكد إنه بتشم من القاعدة العطرية، لما ترش بتشم مقدمة، راح يتدرج لحد ما يوصل عشان تتأكد إنه هو ما زيوت كربونية، هو زيوت نقية ومبنية على شكل صحيح. زوروهم بس ما أقول لنا غير ذا الكلام. قرب لدي أتكلم أخليك. تعالوا تعالوا وشوفوا الشيء المميز عندهم، لا مثيل ولا مثيل لديزايناتهم، للمعروض عندهم، للشيء الراقي الجميل اللي موجود عندهم. أكثر من كذاك ما أقولكم إلا إنكم تعالوا وشوفوا الشيء الحلو اللي موجود. أم سلمة لما قلت لها إيش أقول، قالت لي قول أم سلمة والباقي الناس تعرفه، فصدقها صراحة البخور مالها والأشياء الجميلة مالها، المخمريات، الملابس، يا سلام على الأشياء الجميلة اللي موجودة عندها. فتعالوا زوروها وقربوا الشيء الحلو والراقي والجميل اللي موجودة عندها، صراحة شيء فخم من الآخر. رعاة سمايل ما شاء الله موجودين معنا، براند الدفاعي صح؟ جابوا لي اليوم ما شاء الله عطر، وجابوا لي أشياء حلوة من عندهم، فشكرا جزيلا لهم. عندهم بوتيك جميل، عندهم شغل حلو ما شاء الله، هنا في معرض عيد مجان، يستاهلوا أيضا الزيارة، وملهم. يعطيك الصحة والعافية. أعطيهم كلمة حلوة. خلصت المدرسة صح؟ كيف الأمور؟ المدرسة أمورها طيبة؟ نصور صورة حلوة زين؟ يلا.